تاريخ عريق موقع استراتيجي فريد بنيه اساسيه متكامله ومقومات سياحيه ساحره تجعل من سلطنه عمان وجهه للزائرين ومحط انظار للمستثمرين لينعكس ذلك على اهدافها التي جعلت من السياحه احد اهم قطاعات التنويع الاقتصادي مساهمه في الناتج المحلي الاجمالي فهل يمكن لواقع السياحه أن يواكب هذه الطموحات؟ ولماذا لم ترى بعض المشاريع السياحية النور؟ وماذا قدمنا للسياحة الداخلية؟ وهي الملاذ الآمن وقت الأزمات وهل يواكب الترويج السياحي الأساليب التسويقية الحديثة؟ وما هي خطة الوزارة في ذلك؟ أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام بكل الخير من هنا من جامعة السلطان قابوس في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بكم في برنامج مع الشباب باسمكم جميعا ارحب بمعالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحه اهلا وسهلا بكم معاليك بين الشباب مساك الله بالخير اخي عبد الله واثمن هذه الدعوه للاجتماع لل... واللقاء بكوكبه من الشباب الذين يعقد عليهم المشاركه في بناء الحاضر وقياده مسيره التنميه الى المستقبل الزاهر باذن الله تعالى. باذن الله تعالى وبدعوه معاليك للبرنامج تضاعفت رغبات المشاركه من الشباب في هذه الحلقه اكيد ايمانا منهم باهميه قطاع السياحه. هذا مؤشر جيد ويؤكد بان قطاع السياحه قطاع ممكن وحاضن وفرصه عديده وقادر انه يقود قاطرة التنمية مع بقية القطاعات المعنية معاليك بعد مرور حوالي عام ونصف من إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ووجودك بوزارة التراث والسياحة كيف وجدتم واقع السياحة في البلاد؟ ال... الواقع يشير أن هناك منجز تم تحقيقه خلال عقود من البناء والتنمية خلال الفترة الماضية مهمتي في هذه المرحله ومهمه الوزاره الحفاظ على هذا المنجز وتعظيمه والدفع به الى تحقيق المستهدفات المطلوبه ولذلك الطموح كبير وخطط موجوده والعمل متواصل باذن الله نعم معاليك هناك مجموعه من المستهدفات التي نصت عليها الاستراتيجيه السياحيه للسلطنه وهي حقيقه البعض يراها انها مستهدفات طموحه جدا، البعض يراها واقعيه، البعض يراها دون الطموح، فكيف ترونها؟ نحقق المعادله والوسطيه، وجود سقف عالي من الطموح لابد منه حتى يقود عمليه البناء، ونتمكن من توظيف كل المزايا النسبيه التي تتميز بها عمان، ولذلك تحقيق هذه المستهدفات تعتمد على عدد من الممكنات وعدد من الركائز التي تسمح لنا أن نصل إلى هذه المستهدفات بشكل واقعي نعم معاليك هل تجدون واقع البنى الأساسية مكتملا لقطاع السياحة أم أننا نحتاج المزيد في هذا الجانب إلى حد كبير نعم باستثناء بعض المناطق التي نعتقد أنها تحتاج إلى مزيد من العناية من اجل توفير الركائز الرئيسيه والاساسيه حتى تسمح لنا بخلق كثافه من التنميه السياحيه في المرحله القادمه فالاجابه نعم ويعتمد ما هي المنطقه المستهدفه والمقصود بها إيه نعم نحن طبعا قبل هذه المقابله كان لنا تغريده على تويتر لاستقبال اسئله ومشاركات ومداخلات اكبر قدر تلقينا حوالي 200 مشاركه من الشباب ومختلف فئات المجتمع كان هناك حديث واسع معاليك عن الاستثمار السياحي هل تعتقد ان السياحه جاذبه للاستثمار في السلطنه ما في شك قطاع السياحه من بين من بين البرامج الرئيسيه التي يعتمد عليها آه 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 مرحلة يعني تعتمد عليها مرحلة البناء القائمة حاليا آه رؤية 2040 تعتمد على مستهدفات ثلاثة رئيسية إحداهما جلب السياح الاستثمار والمرحلة الثانية أو الهدف الثاني الاستدامة المالية والهدف الثالث اللي هو المساهمة القطاعات التي تقود قطار التنويع الاقتصادي في سوق العمل وبالتالي قطاع السياحة لا, لا شك أنه جاذب, للاستثمار كان ذلك على مستوى المحلي أو على مستوى الدولي بشكل عام لذلك هناك تكامل وهناك برنامج للترويج وجذب الاستثمار وهناك حوافز تم اعتمادها ومتابعات متكررة على مستويات مختلفة ونامل بإذن الله هذه هذه المساعي كلها تتكلل بالنجاح بحيث أن تحقق الفارق المطلوب والمساهمة المطلوبة في هذا القطاع نعم لكن معاليك البعض يرى أن واقع الحال ربما يكون عكس ذلك كثير من المشاريع السياحية متعثرة كثير من المشاريع السياحية لم تكتمل كثير من المشاريع السياحية ربما لم ترى النور حتى هناك أسباب موضوعية مم. لبعض هذه المشاريع منها بطبيعة الحال الجائحة التي أثرت على مسار كثير من هذه المشاريع إلى جانب ذلك الوضع المالي الائتماني القائم بصورة عامة ولذلك من بين أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع هو جانب التمويلي <applause> هناك مبادرات جادة وهناك ممكنات جاري الحديث حولها بحيث أن نتمكن من توفير برنامج تمويلي يصاحب ويكمل عدد من الحوافز و الاجراءات التشريعيه التي تسمح بدعم خاصه المشاريع الصغيره والمتوسطه المعروف على مستوى العالمي بان قطاع السياحه يعمل فيه ما يقارب 90% من المؤسسات الصغيره والمتوسطه ولذلك من الاهميه بمكان وخاصة عملية التنمية هذه تستهدف المحافظات من المهم أن عملية التمويل تكون متاحة لهذه المؤسسات من خلال إتاحتها بشكل ميسر ومن خلال نسبة متدنية من الفائدة الى جانب الاعفاءات التي نعتقد بانها مهمه حتى تدفع بهذه المشاريع ان ترى ان ترى النور في مناطق المستهدفه لكن ربما معاليك هذا لدخول الاستثمار في القطاع السياحي لكن بعض المشاريع بدات اصلا او دخلت يعني قطاع او مجال الاستثمار السياحي هل تعتقد معاليك انها كانت هذه المشاريع جاده ام كان لها اغراض اخرى ربما للحصول على اراضي للانتفاع وغيرها ما في شك أن هناك كانت جدية في هذا ولكن كما شرط قد يكون أحد الأسباب الجانب التمويلي الجانب الآخر تفكك الائتلافات التي قامت وبناء عليها تم توقيع عقود الانتفاع هذه الائتلافات يبدو عليها أنها تفككت بسبب الوضع المالي كما شرنا إليه وبالتالي هناك متابعة من قبل الوزارة الأراضي التي تم التاكد انه لا يمكن ان ترى النور من حيث المنتج النهائي تم سحبها وهناك اراضي اخرى نعتقد انه خلال السنتين القادمتين ستشهد تطور نوعي وبعض منها ستكون معادله حقيقيه لتغير من المشهد العام لقطاع السياحه نعم هل هناك رقم معين معاليك لعدد الاراضي التي تم سحبها بسبب عدم ربما قديه المستثمرين او لتعثرها. لغايه الان ما يقارب 40 ارض بعض منها تمتد لملايين الامتار المربعه والعمليه هذه منتظمه والهدف منه ليس ليس فرض اجراءات قد تكون قاسيه او مبالغه او عقابيه بقدر ما هو الهدف منه اعاده تنظيم هذا القطاع وتحديد الاولويات وايضا اعطاء الفرصة لمن هو عنده الجدية والقدرة والملاءة المالية، لأن في النهاية الوزارة والحكومة بصورة خاصة معنية بتوفير فرص العمل، بتحقيق معدلات التنمية المستهدفة بشكل أفضل، وقطاع السياحة من بين القطاعات التي تعتبر قاطرة لعملية التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتمكين المحافظات من التوظيف في المزايا التنافسيه التي تتمتع بها، ولذلك قضيه سحب هذه الاراضي تعتمد على مجموعه الاجراءات ومجموعه مقاييس، الى جانب ذلك انه اعطاء الفرصه مره مرتين عندما نتيقن تماما بان لا توجد هناك امكانيه للمضي قدما عندها يتم نعم اتخاذ اللازم. نعم، هو في الحقيقه يعني اجراء قوبل بترحيب كبير والبعض اعتقد انه فعلا هذه خطوة جيدة نحو معالجة بعض التشوهات يعني ربما في القطاع السياحي معليك في أكثر من مناسبة في أكثر من مقابلة ذكرت أن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا هي أهمية السياحة الداخلية وكونها الملاذ الآمن وقت الأزمات فماذا نحن فاعلون معاليك؟ ما في شك إذا كان وهذا الشيء لا ينطبق فقط على سلطنة عمان بل ينطبق على كثير من الدول وخاصة في منطقتنا التي تشهد فيها السياحة نمو وتقدم مضطرد على مستويات المختلفة أثبتت الجائحة بأنه لابد من تطوير بنية السياحة الداخلية لابد من توفر الخدمات لابد من توفر خيارات نوعية آه ولذلك هناك خطة طموحة ويسعدني بهذه المناسبة بأن هناك مشاريع واعدة في الخريف القادم في في محافظة ظفار آه نتكلم عن وجود مرفق خدمي في سهل حبرير حمرير وأيضا في المغسيل ودربات أيضا وهذا أيضا ينطبق على بقية المحافظات آه خلال الفترة القادمة فمسندم الحبل الانزلاقي سيتم تدشينه قريبا كل هذه تمثل مقاصد نعتقد انها ستعزز من السياحه الداخليه الى جانب ذلك لابد من توفير كما اشرت سابقا برامج تمويليه توفر ممكنات تطوير البنيه التحتيه التي يتطلب التطوير من اجل تمكين هذا القطاع من استهداف وخلق فرص مواطية مواتية بشكل جيد وبشكل منتظم أيضا إلى جانب ذلك هناك قائمة من الفعاليات نعتقد أنها ستعزز من السياحة الداخلية نشير إلى مهرجان الربع الخالي الذي تم تنظيمه في نسخته الأولى في بداية نهاية هذا العام وامتدادا إلى بداية الشهر يناير النسخة القادمة ستكون بلا شك مطورة هناك كان توجه لتنظيم مهرجان لتراث البحر في صور ولكن بسبب وضع الجائحة تم تأجيله هناك مجموعة فعاليات في النهاية هذا الهدف منها تعزيز السياحة الداخلية نعم ونحن بنتحدث إن شاء الله بشكل تفصيلي عن سواء المهرجانات أو صناعة الترفيه يعني الجيد والملاحظ خلال الفترة الأخيرة معاليك أن الحكومة وكانها تشتغل في ورشة عمل واحدة وقطاع السياحة أحد أهم هذه القطاعات الذي يحتاج إلى هذا التناغم فما مدى التنسيق وربما حتى التحديات التي تواجهونها في مجال تكامل هذه الجهود نحن نعلم جيدا أن الخدمات قد تعنى بها جهة أخرى الوصول إلى المقاصد السياحية قد تعنى به جهة أخرى لكن الجميع في النهاية يسأل معاليكم عن السياحة صحيح. ولذلك كما شرت وقبل بداية برنامج برنامجنا هذا آه نحن نعيش مرحلة آه تتميز بالتركيز آه بشكل مختلف آه عمان من شمالها إلى جنوبها تعيش ورشة مفتوحة بقيادة صاحب الجلالة وحكومته الهدف منا مواجهة التحديات القائمة حالياً وأيضا آه الحديث عن رؤية عشرين لم يعد مطلب رئيسي في هذه المرحله بقدر ما هو الحديث عن الخطط التشغيليه التي تقودنا الى تحقيق مستهدفات 2040 ولذلك هناك اجتماعات منتظمه هناك ورش عمل تتعلق بالبنيه التحتيه وقريبا هناك ورشه عمل ستكون في مجال التمويل سوق العمل مواجهه العديد من التحديات التي يواجهها قطاع السياحه فهناك عمل منتظم خبره تراكميه محاوله تمكين كل القطاعات المعنيه في النهايه تساعدنا على تفكيك ومواجهه التحديات التي يواجهها القطاع وبقيه القطاعات التي إنعم. تتصل بالتنميه معاليك بالتحديد الخدمات الاساسيه الموجوده في المواقع السياحيه والتي يعني بلا شك كانت تعنى بها في وقت سابق يمكن وزاره البلديات والان يمكن المحافظات لها دور كبير في هذا الجانب مزعجه جدا للسياح، عدم توفر بعض الخدمات الاساسيه وما اريد اذكرها الان باسمها، لكن اكيد انتم معاليك يعني على علم وقرب بها، وكذلك اذا كانت هناك ثمه حلول سريعه يمكن اتخاذها. لا شك هذا مطلب ليس فقط لقطاع السياحه بل للاقتصاد الوطني ككل. وجود الخدمات في المسارات الرئيسيه مطلب رئيسي وجوهري وهناك تاكيد بشكل بشكل دايم على اهميه توفرها. في بداية هذا العام، الوزارة كان حريصة أن تتواصل مع كل الجهات المعنية، نعني بها وزارة الإسكان وتخطيط وتخطيط المدن، وزارة التخطيط العمراني، وتخطيط العمراني، نعم. ووزارة التجارة وترويج الاستثمار المعنية بمحطات الوقود التي تقدم خدمات لعبري الطريق. الـ هذه الجهود أثمرت. توفيق وإيجاد حلول للمحطات الخدمية المتكاملة على خط الباطن السريع وأيضا الدفع بمحطات الوقود للارتقاء بخدماتها وأيضا مراجعة القوانين واللوائح المنظمة بحيث نضمن جودة هذه الخدمات في محطات الوقود وأيضا في نفس الوقت أي ترخيص جديد لمحطات الوقود يفترض أنها تكون متكاملة من حيث نوعية الخدمات من حيث الجودة ومن حيث سهولة توفرها لل... لعبر الطريق بينما فيما يتعلق بالمقاصد السياحية أغلبها تتوفر فيها الخدمات ما في شك في هذا مه. ونعني بذلك القلاع والحصون بشكل خاص نعم. وكل المرافق التي يتم ترخيصها من قبل الوزارة توجد فيها الخدمات هذا شيء ما في شك فيه مه. الأهم هو متابعة جودتها وتوفرها بسهولة لكل مرتادين لهذه المقاصد لكن معاليك ما تعتقد أن لما نتحدث عن السياحة وعن الخدمات المرافقة للسياحة هي أكثر بكثير من مجرد مواقع بعينها ترخصها الوزارة نعم الحديث على سبيل المثال مراكز للزوار وأعني بذلك في المواقع المسجلة في قامة التراث العالمي قريباً بإذن الله سيتم طرح مناقصات لإنشاء مركز لزوار في دبا وفي قلهات وفي بات بحيث أن تكون مكتملة الخدمات وتقدم المعلومة للزائر وأيضاً تسمح له ب تحديد مسار الحركه من منطقه الى منطقه وايضا بالتكامل مع بقيه سلاسل القطاع المعنيه بمثل هذه الخدمات أي نعم معاليك تعودنا في البرنامج نفرض المساحه الاكبر للشباب وهم مساهمين حقيقه بشكل كبير في محاور هذه الحلقه نعم. وبعدها كذلك سانتقل الى منصات وسائل التواصل الاجتماعي لعرض بعض الاسئله والمشاركات والمداخلات نعم. ناخذ المشاركه الاولى تفضل السلام عليكم معاليكم وعليكم السلام ازهر رواح طالب ماجستير في السياحه جامعه سطا قابوس معاليكم اريد اتكلم عن السياحه الترفيهيه في عمان ما هو نصيب السياحه الترفيهيه من الاستراتيجيه العمانيه السياحيه 2016 2040 هل بالفعل وزارتكم الموقره يعني سعت لقلب الاستثمارات الخارجيه او انها استثمرت في هذا المجال لان نرى مؤخرا معظم المواطنين العمانيين يسافرون الى الخارج من اجل السياحه الترفيهيه. فهذا هو المطلب الاهم. السؤال الاخر اللي هو هل هناك خطط لتسيير رحلات بحريه لتعزيز السياحه البحريه من والى السلطنه لبعض بعض الدول الجوار عن طريق تشغيل العبارات والتعاون مع الجهات الاخرى شكرا, شكرا جزيلا. لك لا شك سياحة الترفيه مكون رئيسي ولذلك مشروع الشرق في مدينة الزرقاء يمثل أحد المنتجات الكبيرة في هذا الجانب ستتوفر كل المقاومات الرئيسية التي تتعلق بسياحة الترفيهية وقريبا بإذن الله مشروع منتجع النخيل الذي لا يبعد عنه طويلا سيبدا العمل فيه وايضا مشروع اخر في قريات ايضا في جانب ومكون رئيسي لسياحه الترفيهية هذه المشاريع النوعيه نامل باذن الله انها ترى النور خلال السنتين القادمتين مشروع الشرق بشكل خاص متوقع انه يفتح في سنه 2024 بقيه المشاريع ستاتي بعدها ولذلك هذا مكون رئيسي آه آه لابد من آه آه النظر إليه كممكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستجد من هذه المنتجات الفرصة الكبيرة لتحقيق قيمة مضافة على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى الاستدامة أيضا فيما يتعلق بالسياحة البحرية هذا منتج كبير وعمان تطل على بحار الثلاثة وبالتالي لابد من توظيفه وتمكينه من خلال الركائز الرئيسية. نتكلم عن المواني، نتكلم عن وجود برنامج تمويلي يمكن من يريد أن يعمل في هذا القطاع أن يدخل فيه ويحقق الفارق المطلوب فيه. فيه. نعم، معاليك هذا كمشاريع نتكلم عن سياحة الترفيه. لكن تكمله على السؤال هو يتحدث عن موقع الترفيه اصلا في استراتيجيات وخطط الوزاره. يعني المشاريع موجوده ولكن يعني البعض انتقل الى صناعه الترفيه حتى ويعني تشكل مورد ضخم معاليك فكيف تنظرون الى هذا الموضوع حتى مستقبلا؟ هي فرص استثماريه ولذلك مخططات التنميه السياحيه في جنوب الشرقيه على سبيل المثال وفي محافظه ظفار ومسلم في مكونات وهذه مكونات مطروحه للاستثمار. بعض منها تمثل مكاسب سريعه وبعض منها تحتاج الى كبيره، بعض منها تحتاج الى ائتلافات على مستوى الداخلي والخارجي، أوه. لانه يهمنا ان ناتي بالخبره الخارجيه في اداره وتطوير هذه المواقع. ولذلك المخططات مخططات التنميه فيها جزء كما اشرت مكون رئيسي للسياحه الترفيهيه، الى جانب ذلك ان الباب مفتوح لاي مبادرات تسعى من اجل اضافه هذا المنتج في اي منطقه من المناطق الوزاره ستتبناها وستمكنها من اجل ان ترى النور وتحقق الاضافه المطلوبه. نعم شكرا معاليك ناخذ مداخله جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آه، توفيق العلوي آه، خريج جامعه السلطان قابوس تخصص سياحه. معي سؤالين. السؤال الاول اذا كنا من القطاعات المهمه لماذا لا تتوافق مخرجات السياحة مع سوق العمل حتى القطاع العسكري لا يعلن أبدا عن الرغبة عن الرغبة في ضم مخرجات السياحة السؤال الثاني لماذا رؤية السلطنة المستقبلية 2040 إلا وهي بعد 18 سنة من الآن نسبة دخل لقطاع السياحة من الدولة هو 6% فقط لماذا لا يكون 12 طموح كان يعني ندرسه أنه يكون على الأقل 12 كقطاع سياحة في جامعة السلطان قابوس في سبب وشكرا. معين للـ12؟ آه انها انها مضاعفة يعني عن الستة نعم لأنه احنا إنها. لو قارنا عمان يعني بالمجاورين وكذا 12 بسيط يعني وشكرا. طيب شكرا السؤال الأول عن السؤال الأول عن مخرجات القطاع السياحي نعم هذا هذا سؤال مهم للغاية م آه نعتقد بأنه إلى الآن قطاع السياحة لم يتمكن من استثمار فرص العمل المتاحة فيه لأسباب متعددة الحاجة إلى وجود توافق بين الجهات المعنية كانت جهات حكومية أو جهات الحكومية والقطاع الخاص من ناحية وأيضا وجود برامج تدريبية مرتبطة بهذا القطاع إلى جانب ذلك إصلاح الخلل والمشوهات الموجودة فيه واعني بذلك وجود عماله اجنبيه وافده تعمل بشكل غير قانوني في هذا القطاع، الامر الذي يتطلب التدخل ومعالجه هذا الخلل. هناك منشات غير مرخصه على امتداد المحافظات كلها توظف عماله اجنبيه على حساب العماله الوطنيه. هناك تجاره مستتره ايضا تمس هذا القطاع. أيضا هذه محل النظر ومتابعة من قبل الوزارة. نعم. القطاع السياحة معروف على مستوى العالمي بأنه من كل عشرة وظائف القطاع السياحة يساهم بوظيفة واحدة. مه. وبالتالي إمكانية تحقيق معدلات بشكل أكبر وبشكل أوسع متاحة. متى تم التوافق وإيجاد الحلول وممكنات اللازمة في, نعم. في هذا الجانب. العدد القائم حاليا لعدد العمالة الوطنية لا يزيد عن عشر ألف <applause> بينما الاستراتيجية تستهدف ما يزيد ما يقارب 400 ألف بعد نعم. سنوات من الآن خلال, 20 سنة خلال العشرين سنة القادمة ولذلك أعتقد بأنه لابد من تكثيف الجهود التنسيقية لابد من خلق فرص تدريبية تسمح من خلق هذه فرص العمل بشكل يسمح باستيعاب كل المخرجات كانت تلك على مستويات الجامعية أو مستوى اكتساب المهارات اللازمة في مجال الضيافة مجال الإرشاد السياحي وهكذا فيما يتعلق ببقية السلاسل القطاع فيما يتعلق برفع نسبة مساهمة السياحه في الناتج الاجمالي، هذا هو الهدف الرئيسي، هذا هو هدف مهمه الوزاره والقطاع وشركائنا في القطاع الخاص وبالتالي يعني متفقين بان البرنامج الاستثمار واحد من الممكنات الرئيسية التي ستسمح من رفع من نسبة المساهمة وأيضا برنامج الترويج الذي يجب أن يكون هادف يستهدف خلق تدفق سياحي له اثر نعم. مالي يسمح بالاستدامه في نفس الوقت وتعزيز فرص العمل واضافه المحتوى المحلي و الثقافيه وتنوع الحياة كل هذه مقاومات مرتبطه في بعض البعض بحيث ان تساهم بشكل بشكل كلي في رفع مستوى الاداء الاقتصادي للقطاع السياحي. نعم، معاليك في موضوع المساهمه هناك امر مقلق الى حد ما، في الخطه الخمسيه التاسعه استهدفنا 3.3% كمساهمه في الناتج المحلي، وحققنا حوالي اقل من 2.5 الخطه الخمسيه العاشره بدل ان تزيد مساهمه القطاع السياسي، آه عفوا السياحي، بعيدا عن السياسه ان شاء الله، آه قصدك التاسع إن في الخطه الخمسيه العاشره الحالية إن صار نعم صار المستهدف 3%، يعني نعم. قل عن المستهدف في الخطه الخمسيه التاسعه نعم. فيعني اكيد معاليك وقفتم اولا على اسباب عدم تحقيق هذا المستهدف في الخطه الخمسيه التاسعه نعم. بدايه الواقع حقيقه المنحنى كان تصاعدي فيما مهم. يتعلق بحجم الاستثمار فيما يتعلق بفرص العمل وفيما يتعلق بالعدد السياح القادمين من خارج وايضا فيما يتعلق بالاثر المالي ولكن بسبب الجائحه وبسبب الوضع المالي تراجع حجم الاستثمارات في هذا القطاع بطبيعة, الحد أد بطبيعة الحال أدى إلى تراجع والتأثير على الرقم الكلي الرقم اللي أشرت إليه رقم واقعي تراكمي وبالتالي مع تعافي هذا القطاع على مستوى الداخلي وعلى مستوى الاقليمي وعلى مستوى الدولي نتوقع بأن هذا المعدل سيشهد وتيرة متسارعة يؤدي في النهايه لرفع النسبه المتوقعه نعم كان السؤال الاخير يتحدث اذا كانت 6 الى 10% كمستهدف في عام 2040 للقطاع السياحي مقنعه بالنسبه لكم ومنطقيه معاليك او انه فرص المساهمه مساهمه القطاع السياحي ربما تكون اكثر من ذلك اعتقد اعتقد منطقيه اعتقد منطقيه ولانه 2040 هي رؤية بعيدة المدى تعتمد على الخطط التشغيلية تعتمد على عدد من العناصر اللي تم الإشارة إليها في الإجابات السابقة تطوير, تطوير هذا القطاع إزالة المشوهات القائمة فيه توفير فرص عمل جاذبة والاستقرار ايضا في في الوظائف المتاحه، من بين التحديات التي يواجهها هذا القطاع عدم وجود استقرار وظيفي. <applause> لانه لانه حتى الان وهذا مطلب شرعي لا يوجد مؤشر واضح لمستقبل الوظيفه لمن يعمل في هذا القطاع. المطلوب التوافق مع القطاع الخاص لضمان فيما يتعلق بالوظائف التي يشترط فيها التوطين ان يكون الاستقرار الوظيفي واضح في هذا الجانب، ايضا فيما يتعلق بالعوائد، فيما يتعلق بالامتيازات الذي يجب ان ان تطرح لمن يعمل في هذا القطاع، وهكذا اعتقد انه حل هذه حل هذه التحديات المرحليه ستقودنا في النهاية إلى خلق تراكم من الخبرة وثبات هذا القطاع يؤدي في النهاية إلى تحقيق المستهدف الكبير هذا نعم. المدى البعيد نعم نأخذ مشاركات نعم ننقل المايكروفون تفضل و... أوكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أنا خلطت بينك وبين اللي قبل فكرت شاركت لا, بطلع. لا هو هو أنا في الشخص عموما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا شكرا على الاستضافة ونرحب في معالي في لقاء الشباب اللي ان شاء الله نحن نقول انه في شفافيه ايضا في طرح بعض الارقام من ضمن الاسئله ما اعرف لو بتجاوز بعض المحاور كانت بخصوص السياحه الترفيهيه قبل سنوات ظهر رقم عن عدد العمانيين اللي ينتقلوا الى دوله معينه انا ما اعرف لو قامت دراسه معينه عن كم الصرف اللي صرفوه العمانيين مقارنه لو عملنا نحن بين تلك السنوات انه نحفز القطاع الترفيهي في السلطنه وخصوصا في الجانب الداخلي لانه خلال السنتين الماضيه وضح جليا انه احنا كافراد كمواطنين متلهفين متشوقين لما فتحت الاماكن السياحيه على السياحه الداخليه فانا اتمنى انه لو كان في دراسه لرصد كل هذه المصروفات على اساس احنا نعرف في هذا القطاع في حاجه اسمها ما اعرف بالانجليزي التارجت ماركت احنا من مستهدفين احنا ويش نبغى احنا وين نبغى نوصل اذا نحن ما عارفين احنا وين نبغى نوصل ما اعتقد انه احنا بندور في نفس الدائره لا. هذا اولا الشيء الاخر بخصوص ان نستفيد من بعض الاحداث اللي بجوارنا والاهم والقادم منها اللي هو كاس العالم 22 قبل هذا في زخم كثير رياضيا في المنطقه هل احنا استفدنا من السياحه الرياضيه هل قدمنا اشياء ممكن احنا نستفيد منها في هذا الجانب مثلا لانه هذا الشيء ما انا انا كمتابع كشغوف في هذا المجال ما اشوف فيه شيء كبير على الميجا ايفنتس اللي هم متعلقين بالسياحه الرياضيه نعم. ثالث حاجه احنا ممكن اليوم جينا لقاء مع في تاريخ هذا اليوم صدفه اللي هو 21 فبراير يوم المرشد العالمي ما احس معاليكم انه في تمكين للمرشد وصارت لي ما اعرف شخصيا لو اقدر اذكر الحدث اللي صار لي احنا نتكلم عن مخرجات السياحه عن الـ الـ تمكين المواطن العماني إنه يعمل في هذا المجال حدثت لي حدث انه انا ادفع غرامه في خلال الجائحه بدل ما ان انا كان يمدد تمدد رخصتي لا اضطريت اني ادفع غرامه على اساس اني انا اجدد الرخصه ما نعم. اشتغلت مع احد رخصتك كمرشد سياحي مرشد سياحي نعم اضطريت اني اجددها وادفع غرامه تاخير بينما ما في سياح البلد ما كانت مفتوحه مه. يعني أي. انا بعمل ارشاد لمن البلد ما كانت متاحه لجميع الناس فكيف انت تعمل لي غرامه ولا وفي ناس الغيت رخصهم يعني واضطروا ان يعملوها من جديد. حاجه اخيره وانا اعتذر اعتذر جدا اني طولت احنا نعاني كثير من الموسميه. كل هذه الاشياء كموظفين في القطاع السياحي نعاني من الموسميه خصوصا في شمال عمان لما ياتي الصيف علينا نعاني من ركود تام. فنتمنى انه نوجد حل للموسميه هذه. شكرا يعطيك العافيه. سؤال متعدد الاوجه. آه الرقم موجود حقيقه فيما يتعلق بالعجز القائم بين السياحه الداخليه والخارجيه هناك عجز الرقم التقديري في حدود 700 مليون و بالتالي وبالتالي, وبالتالي 700 مليون انفاق يتم صرفه خارج 80 خارج, خارج نعم, نعم. واضح. هذا عجز في 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 ميزان السياحي ولذلك المشاريع النوعيه التي يجري تنفيذها حاليا مه. البرنامج الاستثماري خطة التنمية السياحية الهدف منه هو هذا التقليل العجز بقدر الامكان من خلال المشروعات الترفيهية التي أشرت إليها أنا متفائل خلال السنتين القادمتين اعتقد سنرى هناك تغير حقيقي فيما يتعلق بالسياحة الترفيهية فيما يتعلق بالخدمات التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي هناك تكامل رائع مع المحافظات، اصحاب المعالي واصحاب السعاده. هناك تواصل منتظم، هناك رغبه حقيقيه لتحقيق النقله النوعيه في في هذا المجال. ولذلك هذا العجز امل انه سيتراجع. يبقى الخيار خيار فردي للتوجه الى العالم الخارجي، ولكن ايضا في نفس الوقت اعتقد ارى بانه من مسؤوليتنا نحن نعمل من اجل الحد من هذا من هذا العجز. فيما يتعلق بالارشاد السياحي هذا من بين القطاعات التي تعاني من التشويه ايضا بسبب منافسه العماله الوافده الغير مرخصه. آه التي تحتاج ايضا الى معالجه قانونيه ضبطيه للحد منها. آه ندرك ان هناك معاناه، هناك منافسه غير عادله في هذا الجانب آه ولذلك الوزاره بالتنسيق مع الجهات المعنيه تتخذ الاجراءات اللازمه للضبط هذه الممارسات الغير مرخصه وغير القانونيه التي تكون على حساب العماله الوطنيه. قضيه الموسميه هي من ناحيه من ناحيه عنصر ايجابي لانه يتيح التعدديه. عندك مناطق خلال فتره الصيف جاذبه، نتكلم عن المنطقه الجنوب الشرقيه، نتكلم عن الجبل الاخضر. آه هذه تتيح خيارات مختلفه عندك محافظه ظفار ايضا آه بالتالي الموسميه هذه من ناحيه هي عنصر ايجابي ليس بضروره عنصر عنصر سلبي عنصر سلبي للمشتغلين في هذا القطاع لانه في يشتغلوا في الموسم ويقفوا خارج الموسم معاليك فيعني كيف يمكن ان نساندهم او نعظم فائدتهم خلال الموسم مثلا كما شرت بان هناك مناطق اخرى تكون جاذبه خلال فتره الصيف بشكل خاص، محافظ ظفار مقصد رئيسي خلال هذه الفتره الجبل الاخضر جبل الشمس فهناك مقاصد متاحه يمكن لهذا القطاع ان يعمل في هذا فيها. إيه نعم. نعم، اسمح لنا موضوع الاستغلال او استثمار الاحداث العالميه في المنطقه سنعود له بعد الفاصل، طيب؟ إذا نستأذنك معاليك فاصل ولنا عودة مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا. الشباب نهضة الشعوب وركائز المستقبل. هم حملة رسالة الأمم إلى الأجيال القادمة. آرائهم وأفكارهم عماد بناء القادم الأجمل. مع الشباب. السوق العربي صار في مواقع عربية أسرع أقل سعرا أكثر جودة تقديم أعمال نوعية لا يستطيع غيرهم تقديمها قدرت أكون بيئة مهنية من داخل المنزل فإحنا نعمل بدورنا توعيتهم بهذه القوانين والضوابط تحية لكم مشاهدينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء في برنامج مع الشباب وتحية لجميع الشباب الحاضرين في هذا اللقاء نجدد الترحيب بك معاليك ونستكمل سؤال أحد الشباب في هذه المقابلة كان يتحدث عن استثمار أحداث كبيرة عالمية حدثت في المنطقة يمكن الآن نعيش الأيام الأخيرة لإكسبو دبي وكذلك الحدث المرتقب القادم كأس العالم 2022 فما هي خطتنا للتعامل مع هذه الاحداث الاحداث الرياضيه هو واحد واحد من القطاعات البرامج الهامه التي يمكن تعمل فرق ايضا في المجال السياحي طواف عمان انتهى الاسبوع الماضي وهناك الان الرجل الحديدي بمكوناته المختلفه كنا على وشك نستضيف المسابقه الاوروبيه للغولف ولكن بسبب وضع الجائحه والظروف الماليه لبعض البعض الجهات التنظيميه لم تتمكن. المونديال هناك خطه موضوعه بالتنسيق وبالشراكه مع الطيران العماني وعمران من اجل الاستغلال والاستفادة والإفادة من هذه من هذه الفرصة المواتية التي ممكن أن تعوض ما تم خسارته خلال الفترة الماضية بسبب الجائحة هناك خطة طموحة من أجل الترويج ومن أجل توفير باقات تسمح لنا من الإفادة من هذه المناسبة الهامة التي لا تبعد عن مسقط إلا لساعات قليلة فقط نعم معاليك هل يمكن أن تقدم لنا إجابة أكثر دقة، هل هناك أرقام معينة نستهدفها؟ نستهدف ماذا بالتحديد؟ هل الإشغال في الفنادق أم حركة الطيران؟ نحن نعرف يعني لنكون أكثر واقعيين هناك مجالات أخرى كذلك مرتبطة بالسياحة وليست السياحة بشكل مباشر. يبدو أننا لن ننجح حتى في استضافة معسكر لأي منتخب من منتخبات كأس العالم في السلطنة. يعني ماذا نريد بالتحديد؟ أه قطاع الفنادق سيستفيد من هذا لا شك الطيران العماني سيستفيد من هذا وايضا قطاع الخدمات وال والضيافه ايضا <applause> هناك توجه لاقامه قرى مونديال صغيره في مختلف المحافظات خلال ممكن للمشاريع الصغيره والمتوسطه تقدم مختلف الخدمات للمجتمعات المحليه وايضا بالنسبه للسياحه الوافده نحن نعرف بانه القدره الاستيعابيه في قطر هي محدوده ولذلك هناك اجراءات تنسيقيه مع دول المنطقه من بينها سلطنه عمان من اجل الافاده من هذه الفرصه هذه الفرصه متى تم استيعابه بشكل جيد كما هو مخطط له حتما ستفيد المجتمعات المحليه ستفيد المؤسسات الصغيره والمتوسطه وقطاع الضيافه بدون استثناء وبشكل واسع. نعم من المتوقع كما اشارت الارقام ان حوالي ربما مليون اكثر من مليون زائر يعني للمونديال هل هل نستهدف ارقام بهذه الطريقه ان يكون لنا هذه الحصه مثلا من زوار المونديال أنهم يكونوا في السلطنة. هل لدينا رقم معين لعدد الليالي التي قد تحجز في فنادقنا هنا في السلطنة؟ هل توجد توقعات من هذا النوع معاليك؟ أعتقد لازال الوقت مبكر لأنه آه الخطط آه بدأت تتبلور بشكل أفضل وإجراءات التنسيقية بدأت تتم مع السلطات المعنية في قطر من خلال الطيران العماني والطيران القطري بشكل مباشر ومن خلال عمران والجهات المعنية في المنظمة للمونديال وبشكل خاص منظمة فيفا وبالتالي سابق اليوان لأن تحدد رقم أرقام للناسبة. معينة نعم. ولكن لا شك بأنه سيكون هناك نصيب جيد هم. لإشغال الفنادق وإفادة قطاع النقل والخدمات والضيافة بشكل مباشر نعم نأخذ مداخلة جديدة طيب الميكروفون يو... نعم تفضل خاب بن احمد المعمري طالب ماجستير في القانون العام إيه معاليك الا ترى ان الوقت لتعديل بعض القوانين واللوائح من اجل مواكبه التطور السريع للسياحه وكذلك المرحله القادمه ممكن تذكر امثله على القوانين اللي تحت... اعتقد انها تحتاج الى تعديل الاجراءات اللي يحتاجها التصاريح او ما شابه ذلك يحتاج عده جهات الافضل انه يكون بيد جهه واحده لكي لا كل واحد نعم. يرمي في يكون نعم. عند الجهه المشكله تاخير او شيء يكون في يد السياحه لان هي المنوطه بهذا الموضوع نعم. بشكل مباشر نعم. ثانيا ذكرت معاليك العدد المستهدف من التشغيل اللي هو مئة ألف تقريبا إيه يعني ما يقارب عشرين ألف في السنة إيه هل تتوقع أن بتوصلوا إلى ثلاثمئة ألف وليس مئة ألف بهذه الوتيرة الحالية <applause> كذلك ذكرت ال الوافدة العاملة في المنشآت غير مرخصة إيه قد أخذت جزء أكبر من الوظائف المستهدفة للعمانيين هل تتوقع ان الخريج العماني طموحه الوظيفه اللي هو الحين ما اخذها الوافد البسيطه وهو جامعي شكرا أوه. وهل تعتقد أن الوظائف هذه فقط بسيطة يعني؟ اللي لا الوظائف يعني في وظائف متعددة لا لا لكن خاصة لا لا طبيعة الوظائف التي طب قد طبيعة تكون كفرص غير ملخصة اللي هو قد أشار إليها قد تكون الاستراحات نعم. أو البيوت المتجرة وكذا وظائف بسيطه مجرد انه عامل, عامل نظافه يقفل او يغلق الابواب وكذا الاداريات البسيطه يمكن ما يوصل تقريبا ما يقارب 100 ريال او 150 ريال ما لا شك الوظائف الاخرى السياحيه هذه دخلها مرتفع لكن انا اقصد لك الاغلب في هذه الفئه اللي هي غير مرخصه اما المرخصه فهذا شيء اخر نعم شكرا شكرا نبدا من حيث انتهى بدايه نبدا من حيث بدا نعم, نعم، القانون والتشريعات هي. قريبا باذن الله قانون السياحه الجديد راح يطلع واللائحه الجديده التنفيذيه القانون واللائحه ستاخذ في الاعتبار خبره الوزاره خلال السنوات الماضيه هذه كلها وايضا متطلبات المرحله والخطط التشغيليه ورؤية 2040، خطة التنمية السياحية الشاملة التي تم إعدادها، كل هذه تأخذ في الإعتبار أهمية الجانب التشريعي والحوكمة من أجل التناغم مع المتطلبات القائمة حالياً. من بين الأشياء التي نعمل حالياً في إطار الحوكمة إنشاء جمعية للسياحة. وجود هذه الجمعية وهذه المنصة أعتقد ستتيح لنا المجال من اجل مناقشه مثل هذه القضايا، تقديم اقتراحات، خلق شراكات، معرفه التحديات القائمه، وبالتالي الخروج باجماع فيما يتعلق بقضايا المرحله، تحديات التي يواجهها هذا القطاع، وتقديم الحلول بشكل فيه منفعه لهذا لهذا القطاع بشكل مباشر. فيما يتعلق بالعماله التي غير المرخصه، هذه موجوده صحيح قد يكون العائد المادي لها محدود للغايه ولكن نحن نعرف ان هناك مجالات اخرى اثرها المالي عالي تقوم هذه التجاره او العماله الوافده او الوافرين بالعمل فيها نتكلم عن سياحه المغامرات <applause> على سبيل المثال <applause> نتكلم عن عمليه النقل هذه ايضا يشغلها الوافرين دون الحصول على التراخيص اللازمه، الارشاد السياحي احدهما ايضا، ايضا ان هناك قصور في بعض المرافق الفندقيه في في استيفاء نسبه التوطين لبعض الوظائف التي تم نعم. اقرارها من قبل وزاره العمل، هذه عوائدها ورواتبها عاليه عاليه المستوى وبالتالي الوزاره حريصه على متابعه هذه المنشات الفندقيه من حيث الالتزام لاستيفاء هذه النسبة بل نحن نقوم حاليا بإضافة عدد آخر من الوظائف التي نعتقد أن القوى العاملة الوطنية قادرة على تشغيلها كانت تلك الخريجة الجامعات أو التي تملك مهارات معينة نتيجة البرامج التدريبية التي تم يتم اعتمادها ويتم توفيرها ولذلك هناك تنوع تنوع يشمل كل سلاسل القطاع وبكل تاكيد ستظل سيظل هامش التسرب هامش الالتفاف حول القوانين قائم وفي النهايه هذا بيعتمد على الجهود التي سيتم بذلها من اجل خلق التوافق فرض الضبطيه القضائيه وايضا وعي القطاع الخاص والمواطن بان له مسؤوليه وطنيه ايضا لتوفير فرص العمل وخلق استدامه للمجتمعات المحليه اضافه شيء للمحتوى المحلي كل هذه عناصر مترابطه ومتكامله تدفع بالقطاع الى الازدهار وفي النهايه هذا يقودنا الى تحقيق المستهدفات المطلوبه نعم معاليك ذكر نقطه في غايه الاهميه وكانت في بالي كذلك خط الاساس لهدف التوظيف الاستراتيجيه تشير الى قرابه النصف مليون وظيفه صحيح. خلال الاستراتيجيه يعني خط الاساس ال ألف اللي ربما موجودين الان كعمانيين في القطاع السياحي يعني يحتاج الى جهد كبير لتحقيق المستهدف ويحتاج الى معالجات جذريه وسريعه مالك ما في شك ولذلك هناك تواصل مع وزاره العمل هناك فريق عمل تم تشكيله هناك تواصل مع القطاع الخاص في 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 هذا الاتجاه ايضا هناك التخطيط الاستباقي آه آه الذي يجب آه توظيفه في هذا الجانب بمعنى أن هناك مشروع ضخم آه في فرص توظيفية محددة مهو. يتطلب من الآن العمل من أجل الإعداد على الإفادة من هذه الفرص الموجودة في نعم. هذه المشاريع هذا واحد اثنين آه خلال مراجعتنا للمشاريع التي يجري تنفيذها أو المشاريع التي يجري الترخيص لها من بين الشروط التي يتم طلب الوفاء بها مدى مساهمة المشروع في سوق العمل وبالضرورة ينبغي أن يكون هناك التزام واضح فيما يتعلق بتوفير هذه الفرص فيما إذا كان هناك المستثمر بحاجة إلى برامج تاهيلية برامج تدريبية تسمح لنا بالتدخل من أجل تأهيل ما يمكن أن تأهيله في النهاية ينتهي الى شغل هذه الوظائف القياديه في كل هذه المرافق السياحيه نعم. المتنوعه. نعم، معاليك اشرت في هذه المقابله اكثر من مره الى سياحه المغامرات، ولن نجد بلد يعني مثل سلطنه عمان لسياحه المغامرات بهذا التنوع، تنوع التضاريس الكبير، لكن في المقابل معاليك المكاتب السياحيه التي تعمل في سياحه المغامرات أو حتى بعض المهتمين في سياحة المغامرات حقيقة يعانوا من بعض التشريعات والقوانين على أقل تقدير ربما لا يستطيع حتى تجهيز سيارات مخصصة لسياحة المغامرات بسبب بعض الاشتراطات الموجودة فكيف يعني سعيتم في وزارة السياحة لمساندة هذا النوع من السياحة سياحة المغامرات في تبسيط هذه الإجراءات كما تفضلت عبد الله سياحة المغامرات أعتقد هي ميزة من بين المزايا التي تنفرد بها السلطنة سلطنة عمان على امتداد التضاريس المتنوعة والمختلفة قضية وجود الاشتراطات هذه حقيقة لا بد منها لأن الجانب الخاص بالأمن والسلامة والجاهزية المطلوبة لكي تدير هذا البرنامج مطلب رئيسي تؤكد عليه الحكومة في مناسبات مختلفة ولذلك الوزارة انتهت من وضع المبادئ الإرشادية والضوابط الخاصة ببعض الممارسات التي تتعلق بسياحة المغامرات هناك ما يقارب أربعين صنف منها خمسة يتعلق بالوزارة بشكل مباشر <applause> هناك سياحة تتعلق بالسياحة البحرية تتبع وزارة النقل وتقنية المعلومات وهناك سياحة تتعلق بالطيران تتعلق بهيئة الطيران وكل منها لها اشتراطات القاسم المشترك بينها جميعا وهو اللي هو الجاهزيه وتوفر اشتراطات السلامه والمواصفات القياسيه المتفق عليها والمتعارف عليها هذا الشرط لا يمكن المساومه به ولذلك الوزاره حاليا تقوم بالتعاون مع مركز التدريب التابع لوزاره الدفاع من اجل اصدار شهادات للمتدربين وايضا لمن يعمل في هذا القطاع العام الماضي صدر قرار وزاري بتنظيم هذا القطاع وإضافته كنشاط لمكاتب السفر والسياحة أيضا هذا, الـ الـ هذا القرار يهدف إلى تطبيق الممارسات العالمية المطبقة في هذا, في هذا القطاع قطاع واعد يوفر فرص عديدة وأيضا سيفيد المجتمعات المحلية سيفيد القطاع الضيافة بشكل الذي لا شك فيه نعم ناخذ مشاركة أخرى تفضل مساكم الله بالخير جميعا عبد المجيد بن عبد الله الغزالي خريج كلية أعمال السياحة مرشد سياحي عام مرشد سياحي أيضا بدار الأوبرا السلطانية مسقط عندي سؤالين فقط السؤال الأول يتعلق بالإرشاد السياحي والسؤال الثاني بالتسويق السياحي السؤال الأول اللي هو هل في خطط في المستقبل أنه نحن كمرشدين سياحيين مرخصين اللي هو اعتقد عددنا يوصل 500 الى 600 شخص وفقا للاحصائيه من وزاره التراث السياحة في 2018 فهل راح يكون في خطط في المستقبل انه يكون لنا امتيازات يعني انا كنت في جوله قبل اسبوع مع احد الجنسيات فاحدهم سالني يعني قال لي انت كمرشد سياحي عماني ايش من الامتيازات اللي تكون لكم يعني فانا انا حقيقه انحرقت يعني انا جدا شغوف في هذا القطاع انا شخصيا اللي اعرف ان الميزه الوحيده اللي عندنا نحن كمرشدين سياحيين هو ان ندخل كل المنشات السياحيه في السلطنه مجاني فمثلا على سبيل المثال كمقترح انه ليش ما نستخدم مثلا بعض المرافق او التسهيلات اللي موجوده في بعض الفنادق هنا عندنا في السلطنه هذه كاحدى المقترحات نعم. يعني السؤال الثاني اللي هو في التسويق السياحي طبعا الكل عارف ان نحن على مشارف ندخل الثوره الصناعيه الخامسه لكن لين اليوم انا ما اعرف ليش انه ما يتم الترويج عن الوجهات او الاماكن السياحيه اللي عندنا في السلطنه عبر المذياع عبر الراديو، يعني كل اللي نسمعه بشكل يومي تقريبا بشكل يومي كل صباح ان يتم الترويج عن قليلة اللي في جبل الاخضر. كنا هو المكان الوحيد اللي موجود في السلطنه. انت الان الحين وحدك ف... سويت ترويج بعد. <applause> فحقيقه يعني انا ليش اتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد التسويق السياحي؟ لان لما اقابل اجانب يسالوني يسالوني مثلا وين نروح؟ وين الاماكن المفضله؟ <applause> يقول مثلا نحن نشغل المذيع اللي هو عندكم باللغه الانجليزيه وفي اكثر من قناه مثلا قناه فيرجن راديو والقنوات الثانيه ويقول ما نسمع ما شيء ابدا انت يعني الان تقول نحن في الثوره الصناعيه الرابعه ومقبلين على ثوره صناعيه اخرى م. ولكن هل تعتقد انه الراديو هو الطموح يعني أن اعتقد بي... نعم اعتقد آه بجانب واحد ليش؟ لانه في ناس سمعيين في ناس يحبوا الاستماع اكثر مثلا انت تحب تقرا تحب تطلع وما شاء الله يعني وزاره التراث طيب. والسياحه ما مقصره في الترويج من ناحيه نشر البيانات والمعلومات ما شابه ذلك فمثل ما اسلفت لك انه في ناس سمعيين في ناس تحب تسمع في ناس تحب تشوف واضح ومن ثم يقرروا يعني نعم عبد المجيد ده. الان الجيد انه فتحت لنا محور جديد وهو محور التسويق السياحي وراح نتحدث ان شاء الله مع معالي شكرا لك عبد المجيد. المرشدين السياحيين عددهم يعني لا باس به نعم. ويعني اتوقع معاليك مكسب كبير يعني اذا كان عندنا مرشدين سياحيين عمانيين متمكنين فكيف تنظرون لهم في الوزاره؟ ننظر اليهم كعنصر حاسم في قطاع السياحه. المشوهات الذي التي تحدثت عنها ليس فقط تنافس العماني في فرص التشغيل بل انها تقدم رساله غير دقيقه، كان ذلك يتعلق بثقافه البلد، بتاريخ البلد يحدث ان المعلومه لا تنقل بشكل متكامل، لا اقصد اي شيء سلبي في هذا الجانب ولكن افترض ان المعلومه لا تخرج متكامله قائمه على وعي وعلى بينه ولا ارتباط المرشد بالمحيط المباشر ولذلك قضية الامتيازات التي أشار إليها هذه ممكن توفيرها من خلال التدريب من خلال المنصة المشتركة على شكل جمعية سياحية الإرشاد السياحي سيكون له المكان المناسب سيتمكن من طرح قضاياه والحصول على المكاسب التي يمكن ان يصل اليها من خلال التفاوض من خلال الشراكات من خلال الممكنات التي يمكن التوفيق فيها لانه في النهايه الفندق يستفيد والمجتمعات المحليه تستفيد والمرشد السياحي يلعب دور حاسم من اجل افاده كل هذه القطاعات كل هذه السلاسل تمكنكم انتم توفير التدريب والتاهيل اعتقد مطلب مهم الوزاره تنظر اليه وسيكون من ضمن سيكون من ضمن البرامج الرئيسيه في خطه التعافي. فيما يتعلق بالترويج اعتقد ما في مقيم في عمان الا وهو يدرك المزايا النسبيه وما يمكن ان يحصل عليه في حاله التوجه الى محافظه الداخليه او محافظه محافظه ظفار. نحن نعرف ايضا المقيمين في منطقه الخليج على علم ودرايه بما تتميز به عمان. اللجوء الى الاذاعات نعم واحده من الوسائل التقليديه مثل مثل الصحف التي تم توظيفها خلال السنوات الماضيه ولكن هناك منصات كثيره على المستوى الداخلي ممكن اللجوء اليها وانتم افضل من يعرف مني في هذا في هذا الجانب شبكه التواصل الاجتماعي توظيف المشاهير الذي كل واحد منهم يقوم بدوره في هذا، ولكن أعتقد بأن الترويج على مستوى الخارجي لإبراز هذه المزايا ما تتميز بها عمان من الثبات ومن مختلف التجارب والمزايا التنافسية الواضحة هذا هو هذا هو الذي يشغلنا من حيث المحتوى، من حيث استخدام الوسائل. ولذلك في المرحله القادمه مع بدايه خطه التعافي الهدف هو استعاده وجودنا في الاسواق التقليديه المصدره للسياحه الى عمان <applause> وهذه الدول وهذه هذه المنطقه اعني بها الدول الاوروبيه مثل بريطانيا والمانيا وفرنسا وسويسرا وايطاليا هذه تعتبر بالنسبه لنا الاولويه والمرحله القادمه التوسع الى اسواق جديده شرق وغرب وأيضا توظيف تقنيات مختلفة وخلق حضور ملموس وفاعل خلق شراكات مع مكاتب السفر والسياحة المعروفة أيضا الترويج لسياحة المؤتمرات والحوافز هذا قطاع مهم للغاية عوائد سنوية على مستوى العالم تقارب 800 مليار ريال عماني عندنا البنية التحتية مناسبة ومرافق إيوائية قادر على استيعاب مثل هذه التوجهات العالمية فيما يتعلق بالمؤتمرات والحوافز <تس país> نعم رغم كل هذه التفاصيل التي ذكرتها معاليك إلا أننا نريد المزيد في موضوع الترويج السياحي ولكن بعض هذه المداخلة تفضلي سارة النعماني اليوم احنا جدا سعيدين ان نصادفك معاليك اغلب الاسئله اللي كنت محضرتنها يمكن جاوبت عليهم من ضمنهم الجانب التسويق آه لكن برجع بعد اسال آه سؤالي خاصه التسويق اللي هو آه احنا نعرف انه في حسابات باسم آه اكتشف عمان هي اللي هي تكون جهه ترويجيه مختصه في ترويج المناطق ال آه نعم السياحيه في السلطنه ولكن آه لا نرى بهذاك المفعول خلينا نقول الجاذب اكثر يمكن ما ما وجدنا هناك خطه استراتيجيه واضحه في الخطه في التسويق مثلا ممكن احتضان برامج عالميه او ما فقط برامج عالميه على الشرق الاوسط يعني من حيث انه نجذب مؤثرين عالميين انه استضافه خاصه من السلطنه انه من حيث أن يروجوا على المناطق السياحيه بالسلطنه. الجانب الاخر اللي هي الفعاليات اللي تقام في السلطنه مثل طواف عمان الابحار الشراعي هذه نحن عالميا يعني المتسابقين يجوا من مختلف انحاء العالم ليش ما يتم ترويج بوقت قياسي قبل بدء هذه الفعاليه يعني مثلا نحن عندنا طواف عمان يتم الاعلان عنها قبل باسبوع فلماذا لا يتم هناك تخطيط مثلا حملات ترويجيه قبل خلينا نقول بفتره جدا مناسبه للترويج مثل هذه الفعاليات لكي يحظى نفس الشيء الشعب العماني للحضور وال نقول مشاركة في مشاركة الفعاليات نعم. وفي نفس الوقت إن هذه الفعاليات لما لما لا تحظى باقامه مثل القرى التراثيه الفعاليات مصاحبة نعم فعاليات مصاحبة مع هذه الفعاليات من حيث إن ما فقط المتسابقين اللي مشاركين في هذه الفعالية يستمتعوا الابناء المقيمين وابناء الوطن ممكن يستمتعوا بهذه الفعاليات شكرا آه شكرا آه شيء؟ ايوه في أسئلة ثانية لا عاد نعطي الفرصة للاخر خلينا نسمع تعليق معالي تفضل هذه وصفة لمستقبلية كما شرت في بداية الحديث الجائحة أثرت في كثير من البرامج الوزارة أثرت على القطاع على مستوى العالمي كله ولذلك كل البرامج الترويجية لم يتم تفعيلها خلال سنتين الماضيتين لأن العالم كان مغلق القادم يستهدف هذا الشيء كثافة في الترويج كثافة في التواجد في التواجد توظيف كل الوسائل الممكنة نعمل الضجيج الذي يريده البعض ويطالب به البعض على مستويات مختلفة. ولذلك كما شرت هذه وصفة لخطة ترويجية مستقبلية نحتاج إلى العمل بشكل مسبق. المونديال يتيح لنا المجال ولذلك الخطة وضعت من العام الماضي. بدينا الآن التواصل مع الجهات المختلفة من وزارة المالية من أجل توفير الموارد المالية المناسبة. خلق شراكات مع كل سلسلة القطاع بحيث أن نضمن بأن الترويج سيأخذ مجاله في الوقت المناسب وبالتالي نتمكن من الإفادة بشكل, بشكل أفضل نعم. نعم. حاليا معاليك كيف نروج للسياحة أساليبنا على ماذا نعتمد في الترويج للسياحة عندنا في أوروبا كما شرت مكاتب للتمثيل في الأسواق التي نستهدف إعادة وجودنا فيها بعد مرحلة الجائحة والتعافي وأيضا من خلال المعارض الدولية التي تقام بشكل منتظم وهذه معارض معروفة على خرطة السياحة العالمية معرض برلين، معرض لندن، دبي، طهران والهند لنا تواجد في في هذه المواقع وأيضا من خلال دعوة مشغلي مكاتب السفر والسياحة أكان تلك المعنية مثلا بالمؤتمرات سياحة الحوافز أو إقامة حفلات الأعراس على سبيل المثال هذا قطاع واعد أثر المالي كبير للغاية ولذلك هناك ترويج من خلال هذه هذه المكاتب الجانب الإعلامي مهم للغاية هناك استضافات منتظمة لمن يعمل في قطاع السفر والسياحة يأتون إلى هنا ويعيش التجارب المختلفة وبالتالي هذه هذه واحدة من المكملات الرئيسية في برنامج الترويج. نعم، لكن يبدو معاليك بشكل واضح انه اغلبها اساليب تقليدية، الاساليب الحديثة في الترويج السياحي واشارت سارة الى بعضها قالت مثلا دعوة مشاهير عالميين للترويج السياحي. اكيد غير غائبة عليكم معاليك، هذه عادة ما هي تحدياتها؟ هل وجود ترويج من هذا النوع له يعني كلف بالغة وباهظة ام ماذا بالتحديد؟ نعم. الاولويات هي التي تحدد الخيار والوسيله المناسبه لعمليه الترويج الى جانب السوق المستهدف اللي تفضلت فيه قد يكون مكلف قياسا الى الموارد الماليه المتاحه قياسا الى الشريحه التي هي يتم استهدافها نحن ما يهمنا بالنسبه للتدفق السياحي الذي الذي ياتي من الخارج اثر اثر المالي بشكل مباشر وايضا عنصر الاستدامه افاده المجتمعات المحليه والمحتوى المحلي من الضيافه والذي يصاحب وجود هذا السائح ولذلك استخدام المؤثرين يعتمد على الموسميه يعتمد على الفعاليات محدده على سبيل المثال المونديال حتما التعاقد مع نجوم الكره وعندنا النجم العماني علي الحبسي واحد من الخيارات التي تم الحديث والبحث معه في الفترة السابقة يمكن توظيفه من أجل إدخاله في شبكة الترويج باستخدام الأساليب الحديثة اللي تفضلت وشرت إليها نعم نأخذ مداخلة تفضل السلام عليكم غالب العبري من شركة قمم شركة السياحية الأهلية في ولاية الحمراء حقيقة كنا ننسى موضوع مهم في القطاع السياحي وهي السياحة الثقافية. معالك تعرف والجميع يعلم إنه الحارات أو المباني الأثرية هي يعني وجهات جذب أساسية في في السياحة العمانية. وحقيقة كان هناك تحرك قبل سنتين تقريبا يعني في موضوع تطوير الحارات لأنه إحنا يعني كأصحاب حارات نتفهم أن هذه أملاك خاصة وأن الحكومة لا لا تريد أن يعني تتدخل في مثل هذه الملكيات ولكن تبقى هذه مباني أثرية لها خصوصيتها وحقيقة القانون التراث الذي صدر عام 2019 يعني حدد أهمية هذه المباني خاصة المباني التي تزيد عمرها عن 100 سنة أنها تدخل ضمن المباني الأثرية، وحاراتنا نحن كلها فوق 100 سنة. لا. لكن يبقى يعني تفعيل هذا القانون من خلال اللائحة التنفيذية. يعني نريد معاليك منك كلمة تطمئن عن مصير أو آه هذه اللائحة التنفيذية، متى ستصدر؟ لأن الأهالي حقيقة قائمين بجهودهم الفردية المالية، لأنه إذا أردنا أن نعكس هذه السياحة من خلال يعني القيمة المضافة من خلال هذه المباني التراثية لا أن تكون بإخراج جيد يعني تراثي يعني على مستوى عالمي لكن بالجهود الفردية لا يمكن نعم طيب فكلمة منك معلي شكرا غالب سؤال سؤال مهم الحارات والمستوطنات التقليدية هذه التي تزين تضاريس المحافظات كلها هذه محمية بقوة القانون من العبث وسوء الاستخدام وسوء التوظيف هي أملاك خاصة الوزارة مستعدة للتدخل لتقديم الدعم الفني لتمكين أي جهود أهلية كانت على شكل مبادرات أهلية شركات أهلية بتقديم الدعم الذي يمكن أن تقدمه تقدمه كان دعم فني دعم مالي محدود اما التدخل بشكل بشكل كامل لاحياء القريه كما كانت هذا خارج نطاق الاولويات في هذه المرحله. الاولويه في هذه المرحله فيما يتعلق باستدامه التراث المعماري هو صيانه المعالم التي تم ترميمها خلال ال40 سنه ال50 سنه الماضيه. نتكلم عن القلاع والحصون والابراج المساجد الاثريه هذه املاك عامه مسؤوليه الوزاره قياسا بالموارد الماليه المتاحه حاليا هو استدامتها وتوظيفها لصالح المجتمعات المحليه لصالح قطاع السياحه وهي جزء مكون من التراث والهويه العمانيه قضيه النزع الملكيه لهذه الحارات تقديم دعم مالي على حساب استدامه المعالم العامه هذا خارج النطاق في الوقت الحالي ولكن أكرر مجددا هناك حارات متميزة ممكن أن تضيف فارق كبير في في استدامة هذا التراث المعماري أتكلم عن حارة اليمن على سبيل المثال إمكانياتها واعدة مشكلتها ليس معقدة فيما يتعلق بإمكانية إحياء جزء منها وبالتالي هناك مبادرات تمت في المرحلة السابقة ولكن لم توت ثمارها نحن على الاستعداد أن ننظر إليها بجدية ونقدم الدعم الذي يمكن أن نقدمه كنموذج وأيضا حارة البلاد التي تم ترميم جزء منها هذه بيد شركة عمران نامل أنها تتمكن من توظيفها بحيث أن تقدم تجربة متميزة ومختلفة لقطاع السياحة وأيضا في استدامة التراث المعماري نعم شكرا معاليك ناخذ مشاركه اخرى تفضل. ورحمه الله وبركاته معكم يعقوب البلوشي مهتم في الشان السياحي. اولا نشكر معالي على حديثه الصريح والدقيق اليوم وعندي ثلاثه اسئله اتمنى أن تكون مختصره. جميعنا نعلم انه ملف الباحثين عن عمل في السلطنه ملف مهم. واعتقادي الشخصي أن قطاع السياحه هو الحل الامثل لحل مثل هذه المعضله. لذلك نرى او نرى في حديث معاليه انه الاستراتيجيه السياحيه تستهدف الى ايجاد اكثر من 500 ألف فرص عمل مباشره وغير مباشره في القطاع السياحي. لكن الى اليوم لم ترى هذه الاستراتيجيه السياحيه النور، فمتى نراها في شكلها النهائي وتطلع للعلن؟ السؤال الثاني هو وجود يعني حضور خجل من المستثمر الاجنبي للاستثمار في القطاع السياحي في السلطنه. على مدى اكثر من 15 سنه من بدايه او من قرار انشاء وزاره السياحه في السلطنه ما هي الاسباب لماذا المستثمر السياحي يذهب الى كل مكان في المنطقه ولا ياتي الى السلطنه هل هناك وجود عراقيل هل عدم وجود تلافات ماليه حقيقيه قادره على ان تستثمر في القطاع السياحي والسؤالين مرتبطين بالحل ايضا في وجود المستثمر الاجنبي في استثماره في الفنادق، في المشاريع السياحيه الكبيره والمتوسطه او تعزيز المؤسسات المتوسطه والصغيره يعزز من فرص العمل في السلطنه. السؤال الثالث معاليك وجود اكثر من 500 قلعه وحصن في عمان ولا نجد استغلال امثل لها في القطاع السياحي. انا اراه فعليا مجحف بحق التراث وهذا المكنون او الكنز التراثي الحقيقي الذي تمتاز به السلطنه. وايضا في نقطه اخيره اريد اعود فيها بخصوص الخدمات الاساسيه التي تفضل فيها الاخ عبد الله سابقا كلنا نعلم انه في اثناء الجائحه برزت هناك انماط سياحيه جيده ومتوائمه مع طبيعه عمان الا وهي سياحه التخييم او سياحه المغامرات لذلك نجد المواقع المخصصه او المسارات المخصصه لهذا الجانب تفتقد لمثل هذه الخدمات وهي بحقيقه الامر ذو اهتمام كبير شعبي من قبل المواطنين لذلك امام كل سياحه رسميه او اجازه رسميه نرى هناك مطالب شعبيه كبيره جدا بوجود مثل هذه الخدمات فما راي معاليكم في هذا الشان؟ شكرا شكرا, شكراً جزيلا لك انت حقيقه يعني لخصت الحلقه كلها نعم بهذه الاسئله فقط موضوع الاستراتيجيه متى ترى النور اتوقع معاليك تم الاعلان يعني منذ وقت عن الاستراتيجيه لكن آه ربما نتائجها إذا كان هناك ثمة آه مؤتمر صحفي سنوي أو تقارير سنوية نعم. تبين للجميع مدى نعم. الإنجاز فيها نعم. هو أشار ارتباط سوق العمل بالاستراتيجية آه نعم المستهدف 2040 ما يقارب نصف مليون فرصة عمل آه نعم نامل أن نحقق هذا الشيء الأهم هو نبدأ من الآن اشرت في اكثر من في اكثر من اجابه ان هناك جهود تبذل في الوقت الحالي ل لازاله المشوهات التمكين التوافق مع القطاع الخاص هناك لجنه مشكله مشكله مع وزاره العمل هناك جهود تبذل على مستوى الداخلي داخل الوزاره اشرت الى ان لا يوجد ترخيص لا يوجد عقد انتفاع الا يربط بفرص عمل حقيقيه يجب ان تقدم من خلال عمليه الاستثمار اكان هذا فيما يتعلق بانشاء فندق او مكتب سياحي مكتب ارشاد كل السلاسل التي تتصل بقطاع السياحه بالتالي هذا يشغل الجميع بل يشغل الحكومه نعم. في اهميه توفير الفرص فرص العمل بما يمكن من حل هذه المشكله وهي مشكل مشكله متراكمه اتفق معك تماما بان قطاع السياحه ممكن ان يعمل فارق كبير متى تم التوفيق والتوافق في تبني سياسات محدده توفير الموارد اللازمه من اجل التدريب والتاهيل انسجام قطاع الخاص مع هذه التوجهات الرئيسيه والاستراتيجيه من اجل حل مشكله الباحثين عن العمل وايضا فتح قطاع السياحه لافاده المجتمعات المحليه على نطاق واسع هذا جانب. السؤال الثاني يتعلق القلاع والحصون القلاع والحصون اختلف معك هناك تجارب ناجحه للغايه نزوه وهناك جبرين الان قلعه بهله تم توقيع اتفاقيه الاستثمار مع عمران ويفترض عمران ان راح تعمل مع المجتمعات المحليه مؤسسات الصغيره والمتوسطه القلاع التي تم ترميمها وعددها القلاع والحصون 85 قلعه متاحه للاستثمار وانا انادي واناشد الشباب لان ان يبادر ويتعلم من نموذجين في نزوة وفي جبرين للدخول في هذا المجال لأنه مجال مغري وأيضا مجزي في نفس الوقت يحقق إضافة حقيقية للمجتمع المحلي للمحتوى المحلي وهذه هذه مكاسب سريعة متاحة حجم الاستثمار المطلوب من أجل الدخول في هذا في 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 هذا المجال التوظيفي محدود للغاية وهناك برامج تمويلية متاحة وميسرة بالإمكان الوصول إليها والعمل فيها نعم معاليك حقيقة أشار إلى موضوع الخدمات وأنت تحدثت عنه لكن أنا أريد أطرحها بشكل يعزز كذلك طرحها مع كل إجازة أو كل مناسبة هناك حاله استياء كبيره من الخدمات السياحيه في بعض الاماكن والمنتزهات والمواقع السياحيه التي نعرفها جميعا ونعرف انه راح تشهد قبول كبير، الا يزعجكم معاليك حاله الاستياء الكبيره هذه؟ الا تدفع بكم الى توفير حلول مؤقته مثلا لخدمات اساسيه بسيطه يعني قد تكون مرضيه يعني كحل مؤقت في في هذه هذه المواقع، وانت موجود على وسائل التواصل الاجتماعي واكيد تتابع. صحيح، وبل انا شخصيا اعاني. نعم <applause> يعني ما في شك يعني ومستوى جوده الخدمات في حاله تتوفرها في محطات البنزين على سبيل المثال ولذلك المبادرة منذ فترة مبكرة 2020 بادرنا بالتواصل مع كل الجهات المعنية هناك ما يقارب خمسين مرفق دورات المياه بإشراف وإدارة الوزارة يفترض هذه التنقل إلى المحافظات بحكم تخصصها بحكم كون أن هي المسؤولة وهي المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات كانت في المسارات الرئيسية كانت في الواجهات البحرية الحدائق العامة أشرت في إجابة من الإجابات السابقة بأنه لا يوجد مشروع أو مقصد سياحي مرخص إلا هذه الخدمات متوفرة أكان فندق كانت استراحة أكان شقق فندقية أو أكانت قلعة أو حصن وإذا ما كان مرخص معاليك ترى هذا المرخص يعني أكيد يكون بمقابل <applause> ويعني الكل أو ربما يعني لا يستطيع الكل يعني لتحمل بعض الأعباء المالية لكن في أماكن مفتوحة يعني ممكن أن تقضي فيها الأسر أوقات وتحتاج إلى أشياء بسيطة نعم ولذلك هناك الآن موازنة معتمدة في خطه التعافي وهناك تواصل مع المحافظات نعم. فئتين كما شرط سيكون هناك مرفق وهناك واحات في اكثر من محافظه راح يتم تنفيذها هناك مشروع طموح لتطوير ما يقارب عشر شواطئ مكتمله الخدمات وفيها فرص عديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بتقديم الخدمات بتقديم التجارب السياحية المختلفة هذه كلها آه يعني ستكمل بعض البعض وبالتالي آه بشكل متدرج تخلق انفراج لتوفير هذه الخدمات المطلوبة نعم أعانكم الله معاليك محتاجين تتواجدوا في أكثر من جبهة لتجميع هذه الجهود على مختلف الجهات صحيح. مداخلة أخيرة في دقيقة هذا التفاوض بيني وبين المخرج لدى الوقت يداهمنا مداخله اخيره تفضل شكرا آه، مساكم الله بالخير معاليكم آه، طبعا عشان الوقت آه، شوي بس آه، بغينا يعني نعطيكم مثال حي في آه، تفتخرون بها معاليكم آه، لدينا شركه اسمها عمان سكاي سفاري وهي شركه تم انشائها ب 2016 هي تختص بالطيران الشراعي وندرب فيها المتدربين للطيران الشراعي في في سلطنه عمان وهي ايضا الشركه الوحيده المرخصه من قبل الاي بي بي اي الدوليه لترخيص الطيارين. طبعا السؤال اللي بغينا نطرح لكم اياه اول سؤال هي مدى رؤيتكم في تشجيع رياضات الطيران الشراعي في ارجاء السلطنه لترويج السياحه؟ وكما تعلمون بان الطبيعه التضاريسيه للسلطنه ممتازه لقيام مثل هذه الانشطه بطرق امنه ومن قبل شباب عمانيين متمكنين ومرخصين من منظمات عالميه ودوليه على اداره هذه الرياضات وباشراف من الجهات الحكوميه من هيئه الطيران المدني واللجنه العمانيه للرياضات الجويه. وايضا لاي مدى تستطيع وزاره السياحه ان تدعم شركات من الصغيره المتوسطه مثل عمان سكاي سفاري لتمكين رفع الجوده والمستوى المادي والاعلامي والتسويقي حيث نعم. الى الان هي مجهودات شبابيه فرديه تؤمن بقوام الشبابي ودوره في ترويج السياحه الداخليه. والسؤال الاخير تسمحوا لي انت خلنا نجاوب على هذا قبل يمكن نحصل وقت ولا لا؟ طيب, طيب. فاعذرنا يعني ممكن بعد الحلقه يدور يعني حوار بينك وبين معالي نعم. الانشطه هذه كيف تنظروا لها معالي نشاط مهم للغايه وجزء من حيوي لسياحه المغامرات ما في شك في هذا امكانيه دعمه وامكانيه توسعه توظيفه في مجالات مختلفه يعتمد على رغبه المبادرين من امثالكم اللي اعرفوا ان هناك امكانيه متاحة لعملية التمويل أشرت إلى سابقا إلى مشكلة التمويل هذه المشكلة بإذن الله سيتم حلها قريبا من خلال وجود برنامج تمويلي خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع السياحة بإذن الله سيأخذ نصيبه في هذا والأولوية ستكون تلك الموجودة في المحافظات الجانب الترويجي بالتوظيف سياحة الطيران أعتقد هذه فكرة جيدة وأنا أرحب بك بإمكان توظيفها من أجل التسويق العمان من خلال برامج الترويجية المختلفة شكرا شكرا جزيلا لك معاليك إذا كانت حلقة يملأها ضجيج الأفكار والمقترحات وكذلك طموح الشباب نحو هذا القطاع كلمة أخيرة معاليك هذه بدايات وأنا أريد أختم هذا اللقاء بالإشارة إلى أنه السنتين القادمتين ستحقق فارق كبير واضافه حقيقيه في قطاع السياحه. نحن في مرحله نعيش نهضه متجدده بمعنى الكلمه. هناك جهود كبيره تبذل من اجل الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها وايضا تحقيق معدلات للتنميه خلق شراكات على مستويات المختلفه وتمكين المجتمعات المحليه أن تقوم المحافظات بالدور الحيوي الذي يجب أن تقوم فيه، أن تبادر وتقوم سلسله قطاع السياحه بالشراكه مع الوزاره تقود قاطره التنويع الاقتصادي الذي نرجو منه والكل يرجو منه من خلال توظيف مقومات التراث. والسياحه بصوره عامه. شكرا شكرا جزيلا لك معاليك والشكر لجميع الشباب الحاضرين اليوم في هذه الحلقه العامره بافكاركم واقتراحاتكم وطموحاتكم لهذه القطاع اصواتكم كانت حاضره بكل تاكيد ولكم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن متابعتكم هذه تحيات مخرجنا سعيد موسى وتحيات فريق العمل في امان الله.